راح ندير لكم اون طارت او سيترون. شنو هاد لا طارت؟ راح نديرها بتي بيسكوي هذا او بور. هاوليك انا استعملت هدايا. الوغ واش نسحق؟ في ديبي نسحق 250 غرام من هاد الكاطو، باكي ونص هكذا كيجيكم باكي ونص. ونسحق تاني شويه لي كونكاسي. الوغ هنايا يعني راني رحيت شويه لوز وشويه جوز، وعندي تاني شويه كاوكاو مرحي. يعني هادو ما كانوا عندي في الدار، نتوما استعملوا نيمبورت كيل كونكاسي حبيتو، وتقدروا ما تستعملوش كاع. يعني لي كونكاسي باش يمدوا هذيك لاباط تبان تجي بال تيكستور تكون شابه. الوغ واش ندير؟ او ديبي ندير شويه كاطو هذاك، هاوليك نجوز ندير له شويه باش ندير له شويه زبده. الزبده هايلك نسحق 70 غرام دو بور، 70 غرام تاع زبده. شويه ندير هذا اللوز والجوز الملحي، ونزيد شويه كاوكاو ملحي. اون توكا نتوما تقدروا ديروا واش تحبوا، وتقدروا ما ديروش هاد لي كونكاسي، مي كان ديروهم يمدوا لهم ان تري بون هكذايا. ونجوز نشمخهم بهاد الزبده اللي ذوبتها. الوغ الزبده خديت 70 غرام هكذاك، 70 80 سا ديبون لا كونتيتي، باسكو تنجمو تنقصو تنجمو تزيدو. نجوز نرمي له هاد الزبده اللي ذوبتها ونبدا نخلط فيه. الوغ هايلك هاديك الكاطو تاعي والاخر اللي درت لهم هاديك المارغرين، درت لهم هاديك الزبده. الوغ واش ندير؟ واش نجوز ندير؟ خديت هاد المول، لازم تاخدو المول لي القاع تاعو يتنحى. نجوز هاد الكاطو نديرها كاع لداخل، نجوز نفرش نواسيها كاع لداخل ونسقمها. دوك تشوفو كيفاش نسقمها كاع. نجوز هاد لي بور هكدا كاع، لي بور هذا كاع ندير له كاع هكذايا ونحطو في الكونجيلاتور. نجوز ندير هكذا كشغل ندير ان فون دو طارت هكذا، ندير هذيك الكاطو كاع هكذا نعبزها كاع مليح، ومن بعد نحطو في الكونجيلاتور يتكونجلا باش من بعد نجوزو نديرو هذيك لاكريم. الوغ هاوليك كيفاش نديرو في لو مول. نتوما عبزوه كاع هكذايا بالمغرفة ولا بالكاس كيما حبيتو، ونخليه دوكا نحطو في الكونجيلاتور كاش ساعة هكذاك يتكونجلا. ودوك نجوزو نديرو لا كريم هذيك اللي نحطها في الوسط. الوغ دوكا نجوزو لهذيك لا كريم اللي نحطها فوق هذاك لو فون دو طارت. واش ناخذ؟ ناخذ 4 حبات بيض، بعد الوغ واش نسحقو في هاد لا كريم؟ قلت لكم 4 حبات بيض هاني درتهم. نسحق 200 غرام تاع السكر نورمال، نسحق 200 مليليتر تاع جو تاع القرص سي ليكيفالون تاع 3 حبات بيض كبار، ونسحق شويه زيست تاع السيترون و دو فاي دو جيلاتين. الوغ هاملك هاد لا هايليك لا فاي دو جيلاتين. هادوما انا كنت ربع ساعه من قبل درتهم في الماء بارد، هاملك خديت زوج هكذايا حطوهم في الماء بارد، لازم ان كاردوغ افون ماء بارد تخليوهم يتشمخوا. الوغ واش ندير؟ ندير دوكا ندوز نخلط هاد السكر مع البيض، غنرمي هاد السكر ندوز نخلطو بالباتور. هاوليك هذاك البيض والسكر، هاوليك نخلطو، هاوليك كيفاش يولي. نزيدلو هذاك القارص ونحطو فوق النار ونقعد غير نخلط فيه. الوغ هاوليك دوك نحطو فوق النار ونقعد نخلط ابتي فو حتى نشوفو هادوك لي بور بداو يتغلاو. غير تشوفو لي بور بداو يتغلاو نحيوه. ولا عندكم ترمومتر هذاك تاع الكاطو، كي تولي هاد لو ميلونج يولي 82 دوغري نحي طفيوه. هذاك الزاست نجوز نزيدو، الزاست هذاك نجوز نزيدو. الوغ هايلك راني نحيتها فوق النار، قلت لكم غير لي بور غير لي بور يبداو يتغلاو نحيو عليها. قلت لكم سينو عندكم ترمومتر لازم تكون 82 ونحيوها. الوغ نجوزو هذيك لا جيلاتين نصفيها ونعصرها، نعصرها هكذا مليح، نحيلها كاع هذاك الماء ونرميها، وهي هاد لا كريم سخونه. نجوز نرميها ونخليها تذوب،
نحركها كاع الدوب لهنايا مع لاكريم هذه. الوغ ومن بعد كي نخلو هاد لاكريم حتى تبرد تولي هكذا 40 دوغري باش نزيد لها مارغارين باش نزيد لها زبدة. نخليوها حتى تبرد هاديك الزبدة. خدو لي تاكلوها اطارتيني ما هذيك ماتينا ولا ماني ولا دو فري بور باسكو دوك نميكسيها مع هاد لاكريم. نخليها قبل تبرد شويه وبعد نميكسيها. الوغ هاديك هاديك لاكريم تاعي ابخي ما بردت نجوز نحطها لهنايا ونميكسيها مع المارغارين. قلت لكم تدو هاديك لي اطارتيني لي تقدروا تاكلوها ماشي هاديك تاع الطياب لي نطيبو بها الكاطو. نجوز نميكسي هاد لاكريم بالبغا ميكسور والمارغارين. خديت 250 غرام دو مارغارين. نجوز نديرها ما نديرهاش وهي سخونه سينو هاد الزبده كاع تدوبلي على بالي لازم نخليها تبرد ومن بعد نديرها ونميكسيها. الوغ هاوليك هذاك الكاطو هذا كي نحيتو من الكونجيلاتور ابخي اون اور. نجوز هذيك لاكريم نفرغها من الفوق ونعاود نرجعو للكونجيلاتور. هاي ليك لاطارت تاعي كيفاش خرجت لي. خليتها بزاف في الكونجيلاتور لازم تخليوها 5 اور هكذاك في الكونجيلاتور. تخليوها تتكونجلا ومن بعد تنحيوها كي تديكونجلا باش تاكلوها. دوك نقطع لكم ان مورسو تشوفوا كيفاش خرجت لي. هاي ليك لاطارت كيفاش خرجت لي. كيفاش خرجت لي هايله. ان شاء الله تسيوها ان شاء الله تعجبكم. يلا بروشين فيديو ان شاء الله.